الحين وصلنا تقريبا مسافة 50 متر، يمكن زدناها شوي. للحين قاعد ندي بحمامة حية، الطير بدايته زينة أموره زينة، بس نبي نعدل الفينش ماله. قررنا نخلي حق سباق، فما راح نبعد المسافة سريع، نبي نعدل المسار ماله، نبي نعدل أموره كلها. الحين راح يتغير عليك فرع تفرع أبو شاب، راح يتغير عليك الطير، إنه الطير متعود إنه يوقع يوقع يك يوقع، ما يبي يمسح. فالحين نبي نعلمه يمسح، لأن بالسباق يهمني الفنش، يهمني مو بس يهمني الفنش، يعني أنت حتى أنت كطير مقناص تبي طيرك يلعبك، ما تبي طير يك يوقع. أخش حمامتي لأنه يشوفني واضح، فرعة مرش، ما استعيل عليه، طير شك يعني جاهز. انطر يأشر لي الحين من اقطل الحمامة. ايوه ان شاء الله اقطل الحمامة، حركها 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 حركها. ايوه امس اول امس ما كان يمسح، كان يوقع. الحين ان شاء الله الحين مثل ما انت شايف، ليت سحبت الحمامة فرها كذي دائري فوق راسك، ها ها ها، وتقط تسحب وتفرها كذي داير فوق راسك. طبعا الحمامة حمامة حية يا الربع، ما عليه نطمع الطير. ليه شوف طيرك يحوم حولك، من يقفي من يعطيك ظهره تنادي ها ها ها، تشوفه يطالعك، من يطالعك عاد تبدي تقطله. ايوه لاحظ لاحظ انه من بداية فزة الطير لين يوصلني انا ما اصيح له، حتى لما اودي بعدين يعني اودي بعيد 200 متر مثلا ادعي، مو مستحيل اصيح له. ليش مستحيل اصيح له؟ لانه ما نبي يذبح. صورينا العزل خلاص يصعد على ايدي. ليش ما اصيح له؟ خش حمامتي، هذا العزل خش حمامتي عشان ما يتل عليها. ليش ما اصيح له؟ الطير يشوفك، اذا صحت مع اول قطه او صحت مع انا معلمه ياكل على الطاوله، فالحين تشوفه شوي تاخر بالاكل على يدي. ما اصيح له لان الطير راح يتعود انه يطلع على صوت مو شايف، انا ما ابي كذي، خصوصا حق سباق، خصوصا حق سباق ما ابي يطلع على صوت، ابي يشوف يوكدني بعدين يطلع. تعود ياكل على الطاولة. ف ايوه باكل شوي على يدي، بخليه يريح شوي على يدي ياكل. فالحين اللي راح اسوي شنو؟ طيرنا راح يندعى، يعني الحين مسافة 50 60 متر، 60 متر تقريبا، يعني مضبوط، والفنش ماله يعني المسحة تعدلت. اوكي فالحين شنو راح اسوي؟ راح ابعد له شوي شوي، ييني سيده صح مضبوط، ما يرفع ما يسوي اكشن لين اوصله 100 متر، بعدين عاد راح ندعي واقف. حيل مهم انه ما تستعيل على الطير. تبي يعني ال 50 متر هذا انت لازم تقسمها بدايه والمرحله اللي بالنص والفنش النهايه، فهذه لازم نعدلها من مسافه قريبه، بعدين عاد نبعد 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 نبعد، ما نعدلها متاخر. والصيحه ما اصيح حق الطير طول الوقت، ها ها الطير قاعد يشوفك، اما الطير لما يشفط يلف يعني عادي، وهو لاف وهو معطيك ظهره، حلو الطير معطيك ظهره فعادي يلهى، فمن يعطيك ظهره تصيح له ها ها، التفت عليك تقطله، مو تقط وهو الطير لحين مقفي معطيك ظهره، ما ينفع كذي. لما تقط لازم الطير يشوفك، وليت لوحت ما تسحب تقطها هني، لا تسحب تلفها فوقك فوقك شي دائريه، كنا الحمامه قاعد تطير كنا الحمامه قاعد تطير. من نودي ان شاء الله 100 متر خلاص راح ادعي بحمامه ميته، اموره زينه وضع زين، الحين يبشر بالخير. راح ندخل عليه
الحين لأن الأولوية صارت حق سباق، فراح ندخل عليه الحين أجهزة التدريب مثل الطيارة، مثل الفانتوم، مثل جهاز السحب، وراح نهدد له، لكن ما راح نهدد له عاد كثر طير المقنص. راح يهد، مو ما راح يهد، راح يهد، راح نوري كل شيء إن شاء الله. راح نوري الكنتي، راح نوري يمكن البط، الطيار، راح نوري يعني تقريبا كل شيء راح أوري، لكن الهدد مو بكثرة هدد طير المقنص. طريقة الدعوة راح تصير كالآتي: هذا خيط الدعوة، أنا لفه دايم شوي على يدي، خلي هذه المسافة، لا تحط لك خيط وايد صغير، يعني خله شوي بعيد، خصوصا بالبداية الطير ما يحب يمسح قريب عليك، راح يبعد هناك خصوصا إذا كان فيه شوي خوف. فحمامة تخشها وليه تتقط، مجرد تدزها دز تسحب، دزها هذه الإيد تسحب، هذه الإيد تسحب، وليه سحبت لا تسحب وتقط حمامتك، يعني طيرك راح يلف يطب عندك على طول. فمن تسحب فرها، فرها فوق راسك، مو تفرها كذي، تفرها فوق راسك، تفرها فوق راسك، تفر كنا الحمامة قاعد تطير، كنا الحمامة قاعد تطير، تفرها فوق راسك، لف الطير تنادي ها، هين تقط له ييك، تسحب فر 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 فر، ورد قط له طريق سيدة يشوفك، ما له داعي تصيح له، من يلف تصيح له. هذه طريقة الدعو. اليوم علينا شوي هواء، فاليوم النية كانت ان ندعيها واقف، لكن الهواء عادة يخرب الطيور اللي يدد، فما راح ندعيها واقف، راح في ادعيها هاي يدها اللي قاعد، بس ان مصعد ايده فوق، يعني كأنه قاعد على كرسي تقريبا. لكن انا كداعي راح اكون واقف ان شاء الله انها ما تخرب. لكنها قاعدة تصف وايد، يمكن عشان الهواء. مشكلة الطير الغشيم، شوف ها ها ها، ازعج الهواء ها، ما ميتة بعد، قاعد ندعي ما ميتة مرة سليم، لكن شوف شاور، يلا ما عليه، هذا الفنش بيتعدل ان شاء الله. اليوم راح نبدي نعلم ان شاء الله شانتنا على الاجهزة. هذا اول جهاز راح نتعلم عليه، هذا جهاز سحب حق اي واحد ما عنده طيارة، ما عنده فانتوم، ما عنده سوالف هذه، انا انصح انه يشتري من الجهاز هذا. هذا الجهاز ينفع حق سحب، بالنسبة حق الطيور الدعوة تحافظ على مسارها وتقوي جناحها، وبالنسبة حق طيور المقناص تخليها تحرص على اذا انت المكان اللي تقنص فيه مثلا موسم الحين فري وكراوين، فعادة الفرية والكروان ينقزون من تحتك، فهذا الشيء يخلي الطير ستارته يصير قوي ويحرص على اللي تحت ويفز وياه. فكرته شنو؟ بكرة وداخل في ماكينة، وطبعا نربط الفريس من جهة واحدة ونودي بعيد، ويكون الطير عنده وفي جهاز في ريموت، طق يسحب البكرة هذه ويسحب الفريس مالك. بداية التعليم على اي جهاز يفضل انك تحط شيء حي، بداية التعليم يفضل انك تحط شيء حي، بعدين عاد من مرة مرتين يطمع تركب له شيء ميت. اي تعليم طيارة فانتوم او هذا الجهاز، بالبداية لا تشد على الطير، تدعي قريب، حتى بالفانتوم حتى بالطيارة راح تشوفون فرا نقضب اول مرة، بعدين عاد راح يصير الدعو الاقوى، راح يصير الطيار مضبوط، تبدي تجهد الطير، تبدي تمرن عدل، بس اول مره مرتين لا، مجرد تطميع، فر تقضب، فر تقضب مو اكثر. شوف الحين، الحين ضبطنا جهازنا تقريبا، هذه يمكن 100 متر او اقل شوي، حطينا له حمامه حيه، نبي نعلمه الحين اول مره الجهاز لازم شوي نطمعه، فحطينا له حمامه حيه بفرع الطير، كنا دعو عادي، اشر حق صاحبي راح يسحبها شوي 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 ويجر عليها. بسم الله.
عينه فوق ويحسب انه في داعي قدام، مو حاسب حساب انه يطالع تحت، عينه كلش مو تحت، عينه على الربع. ايوه شاف تحت. تعدل بس ممتاز، تفرع طير شي وجهه حي، يعني هذا المطلوب. عينه الحمامة تنفض، لازم تفرع طيرك تخليه يشوف. اي ممتاز 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 ممتاز، اشرت حق صاحبي. هوب ما شاء الله. الحين الطير مو ضاغط، شوف حتى هناك من يوقع. لكن هذه اول مره، اول مره، ثاني مره، ثالث مره راح يلحق على طول. الحين بدايه تعليم على اجهزه، ف يعني بالراحه، حتى على الطياره، حتى على الفاندوم راح تشوف ان الفره صغيره انقض، الفره صغيره انقض. وايد احسن من امس. الهواء 100 متر. العبها شوي، شوف الطير شلون الوح لفوق. الطير وخر ما قاعد يطالعني. نادي طالع 100%. تاس هذه تقريبا 80 متر 90 متر. اهم شيء بطير السباق انك ما تستعيل عليه، توخر بعيد، لازم تعدل مساره 100% عدل. اليوم قررنا ان نبدا نعلم الطير خلاص على الطياره ان شاء الله من جنحان. الطيور انا مالت الدعو اليوم، جدولها طياره. طبعا انت طيرك سواء كان مال دعو، مال سباق يعني، او مال مقناص، لازم ما يصير كل يوم تهد له نفس الشيء، او كل يوم هدد قوي، او كل يوم طياره قوي، او كل يوم، ما ينفع. لازم تسوي له جدول يناسبه، يعني يوم تشد عليه، يوم ترخي له، يوم تلوح له، يوم تهد له، يوم لازم تشتغل على الشغلات هذه. فاليوم انا جدول طيوري كلها طياره ام جنحان، فقلنا نعلم طيرنا هم على الطياره ام جنحان. طياره ام جنحان يعني في صقاقير تعتقد انها تخرب الطير، مو زينه حق الطير. الخلل هني وين؟ الخلل وين؟ الطيارة أو الفانتوم أو جهاز الدعو أو حتى الملواح أو حتى الصيد، هذه كلها يعني كوسائل تدريب للطير. أي شيء من هالوسائل هذه تكثر فيه راح يصير مو زين. تشد فيه، تدعي فيه، تسوي فيه طريقة يعني زيادة عن اللزوم، راح يكون مضر حق الطير أكثر مما ما هو مفيد. لازم تتعلم شلون تستخدم الوسيلة هذه. كثرة الملواح تخرب الطير، كثرة الطيارة تجهد الطير، كثرة الفانتوم تجهد الطير، الدعو وايد هم نفس الشيء، فالهدد وايد هم نفس الشيء. ما يصير كل يوم حمامة قوية حمامة قوية حمامة قوية، خلاص طيرك راح يكره الحمام. فلازم يعني تعتدل بالدعو. هذه وسيلة تدريب. أنا عادة الطيارة والفانتوم هذه يعني بالأسبوع بالكثير 3 أيام بالأسبوع أستخدم طيارة والفانتوم. ولما تستخدم طيارة والفانتوم لازم أنت تستخدمها تدري شلون قاعد تستخدم. يعني الطيارة أم جنحان أنا أستخدمها عشان أقوي صدر الطير، ويعني تقريبا شوي ظهره، لكن أكثر شيء ثنادي الطير أقويهم بالطيارة، أعطي تمارين سرعتها تصير أقوى،
والفانتوم كذلك، الفانتوم تقوي ظهر الطير، ما ينفع ويعني ما ينفع اخرب الطير فيهم، اخلي الطياره والفانتوم هو الصيد الاساسي مال الطير، ما ينفع. ان كان طيرك مال مقناص لازم تهدده اكثر من الطياره والفانتوم، واذا كان طير سباق لازم تدعو مال اكثر من الطياره والفانتوم. خلينا نشوف دعوها الحين. حامتنا قدامنا، يفضل نحيه لكن يعني هي لحقت الجهاز، يعني ان شاء الله انها تلحق الطياره. راح مجرد يعني على طلبتها، ان طلبت زين بافرها فره صغيره، اذا ما طلبت يعني ها شفت انها شويه متردده، مجرد النسيده وبقضبها. فرعها تشوف، يفضل ان واحد يقط الحمامه لكن ان شاء الله انها بتهد يعني على طول ان شاء الله. تامل فيها انا. يلا ابو ناصر، ايوه ممتازة، طلبتها ممتازة، الحين بقضب على طول. هذه علمة الطيارة. الأيام هذه الجو يعني صاير شوي براد جميل. اليوم أول يوم أفرعها بالحديقة على يدي، العدد دوانية وجام هم بالحديقة لكن يعني مو برا، لكن بما أن الجو تعدل فراشة الحين ماي، حاطها شوي على يدي وبرا، فالطالع هي العادة تتفرع إذا على يدنا تتفرع خلاص بالمدعى. الحين طيرتنا جاهزة حق هدد، يعني لو هذه طيرة مقناص كان أنا مهدد لها بادي، مهدد لها حمام ناتيف، خليها تلحق، ما طول وياها الكثر بالدعو. لكن لأنها يعني خلاص قررنا أنه بنسويها طيرة شارة، فيعني لازم طير الشارة لازم تحاتيه شوي زيادة، بأن تضبط مسارة 100%، ما تخليه يخرب. يعني حتى بالدعوة الحين يعني تشوفون الأيام اللي طافت ما وقفنا للحين، خصوصا أنه يعني ما وقفنا، اللي هدها ما وقف لحيننا قاعدين، خصوصا ان الايام هذه هوا، والهوا القوي يخرب لك مسار الطير الغشيم، الطير الغشيم يخرب لك مساره، فلازم تكون شوي حريص. يعني الطير لازم ياخذ حاصله بالتأسيس خصوصا حق الدعو. فالحين وصلنا وياها 100 متر، يعني حتى بالهوا قاعد نرفعها هد ندعي، ما قاعد نوقف، يعني مستوى الكرسي بس هو شوي رافع ايده زياده، وقعت هي 100% واضحه بالسليم. علمناها على الطياره، شوف الحين فيها خوف. علمناها على الطياره وراح نعلمها بعد ان شاء الله بالحلقات الجايه، بالحلقة الجاية مو بالحلقات الجاية، راح نعلمها على الفانتوم وراح نبدي نهدد لها هم صيد. طير الدعو هم ينهد له صيد، مو بس طير المقناص، لازم صيد يفتن الطير نفسه تصير أحسن. لكن كفرخ أنا دايما أيد، طبعا هي الحين راسها شوي نفسها لأن فوقنا نخل. المهم لأنه فرخ ولأنه وقت تأسيس، انا افضل اني اخليه يعني يحب الدعو اكثر من الصيد. يعني ابي حلم حياته واحد قاعد يلوح، هذا اللي ابي انا الحين من طير سباق. بيهد نعم بيهد ان شاء الله، انه بيهد على صيد، لكن الحرق الفل لازم تكون على الدعو، وان شاء الله ان نشوفها يعني على المنصة إن شاء الله. الله يبارك لنا فيها إن شاء الله. طبوعها زينة، كل شيء كل وضعها الحمد لله زين. من الشغلات هم اللي قاعد تخلينا نتأخر بأن ننزل حلقات، اللي هو يعني الجو أول شيء، ثاني شيء ما نقدر نستعيل على الطير. المرحلة اللي انت واصل وياه، يعني واصل بطيرك، المفروض اذا انت متابعني
وقاعد تمشي على نفس خطوات الشاهين هذا، المفروض انت الحين طيرك يندع طلق، والمفروض تبدي تهدد له صيد. اذا ان كان بتعلم على الحمام لازم تهدد له حمام مناتيف شوي 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 شوي، وبعدين عاد تبدي تهد له شوي صيد كبير. كان تذكرون شانتنا يوميت وزنها 1100 يوم طلعت من الصندوق 1100. اليوم وزن الشاهين 870. الحين طبعا يبدي يرتفع يرتفع يرتفع، بدي اصعد وزنه صعد، خلاص ما قاعد يخرب، اموره زينه والجو قاعد يتحسن، مو رطوبه، قاعد يعني الفير براد. فنبدي شوي نصعد 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 وزنه، راح نثبته يمكن على وزن 920 او شيء شيء، او حوله 940، عشان بس يصير فيها قو تطر الطياره تلحق فانتوم تعطينا جناح قوي. ف يعني احسب حساب الشيء هذا. لا كان تذكرون يوم ننقزها بالبيت وزنها 940 950، لكن يوم طلعناها برا خلاص اختلف الوضع. فلا تاخذ قياس الميزان. كنا نزل زيادة عن اللزوم. ما في نزل زيادة عن اللزوم، اعطاني وجهه ثبت على الوزن هذا بعدين رفعته شوي شوي، ما اعطاني وجهه. لا والله مشكلته هذه مو مشكلتي انا. ف يعني حسب حساب الشغلات هذه، شوي ضعف الطير شوي هذا، تعطي بعدين عاد من تبدي تصعد وزنه شوي تعطي كورس دود، تعطي كورس كوكسيديا، راح تشوف ان نفسه تتحسن. حتى يعني حسب حساب قلبه جو ما قلبه جو، الطيور دائما يصير فيها فطريات. كنا انت شلون اللوز عندك تخترب مع قلبه الجو، نفس الشيء ترى الطيور. من احسن الطبوع، احسن الطبوع، ها ان شاء الله الله يبارك.